أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. بدأ يوم أمس توفيج الحجاج اليمنيين الذين بلغ عددهم لهذا العام أكثر من 24,000، ومن المقرر أن يدخل في اليوم 70 حافلة، لكن تم توفيج 35 حافلة، والعمل على انتظام دخول الحجاج عبر منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت. هذا العام أيضا شهد تطوع كبير من قبل شباب حضرموت لخدمة حجاج بيت الله الحرام على منفذ الوديعة. حول هذا الموضوع ينضم إلي الأستاذ عبد الباري الحربي، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل البري، للحديث عن توفيج الحجاج والصعاب التي تواجهه. عبد الباري أهلا، كيف يسير توفيج الحجاج لهذا العام حتى الآن؟ أولا نشكر قناة يمن الشباب على اهتمامها بهذا الموضوع وتسليط الضوء للأخوة المشاهدين وكذا حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم. حول الإجراءات التي تسير في ميناء الوديعة البري في سبيل هدف استقبال الحجاج وتسهيل عملية المرور عبر المنفذ، هناك استعدادات كبيرة داخل المنفذ قامت بها إدارة المنفذ بالاشتراك مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت ممثلة بالوادي الصحراء سيون. قمنا بإنشاء عدد من المخيمات وكذا الحمامات المتنقلة لتوفير الحجاج في حال ازدحام عملية توافق الحجاج إلى المنفذ. إلى يوم نواجه مشكلة في عملية التوفيق من قبل وكالات الحج والعمرة التي لم تلتزم بالجدول الزمني المعد من قبل الأخوة في وزارة الأوقاف، حيث بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى يومنا هذا 2636 حاج، والمفترض أن يكون العدد 4310 إلى هذا اليوم إلى هذه الساعة. يعني هناك تأخر كبير جدا. عدد الباصات التي وصلت إلى يومنا هذا 55 باص، بينما يفترض أن تصل إلى هذه الساعة أو إلى 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 نهاية هذا اليوم إلى الساعة 12 من هذا اليوم يفترض أن توصل 101 باص، التي وصلت إلى الآن 55 باص بتخلف 46 باص، وهذا ما يزعجنا نحن هنا في المنفذ. يعني أنه حصل أنه كنا منتظرين الجمعة أن يتم تفويج عدد 1710، إلا أنه لم يصل حاج في يوم الجمعة، وتكدس الموضوع في يوم السبت. وصل يوم السبت يعني عدد الحجاج اللي كان يفترض أن يصلوا يوم الجمعة وصلوا يوم الجمعة، وكذلك عدد الحجاج الذين وصلوا يوم السبت، وحدث نوع من الازدحام. هل هناك نعم أخوة يعني المتطوعين ولا قاموا بواجبهم ودورهم في الحجاج؟ هل هناك ازدحام الآن على المنفذ؟ لا يوجد. اليوم من الساعة 4 عصرا إلى الآن لم يوجد أي باص في المنطقة المشتركة بين المنفذين السعودي واليمني. السبب؟ السبب تأخر الوكالات في تفويج الحجاج. نعم، إن هناك تأخر. إلى الآن نحن نواجه مشكلة وبلغنا فيها الأخوة في وزارة الأوقاف، وأنه يعني إن هذا الأمر أنت تخشون تأخر وكالات الحج والعمرة عن موعدها في المحدد في الجدول الزمني من قبل وزارة الأوقاف. نعم، وهذا ربما قد يؤدي إلى ازدحام في الأيام القادمة، وهذا ما تخشونه. وهذا ما سيؤدي إلى ازدحام مؤكد، يعني ازدحام أكيد سيكون خلال يوم غدا وبعد غدا. نعم. الآن الباصات المتأخرة 46 باص، إضافة إلى باصات يوم غدا التي سيكون عددها 34 باص. وسيكون هناك ازدحام، ونتمنى لكم التوفيق في توفيدهم. لكن نحن نعمل على عملت إدارة المنفذ بالتنسيق مع مدير عام مديرية العبر بإنشاء منطقة هناك، الهدف يعني فلترة عملية وصول عدد الباصات، بحيث انه نحن نطلب منهم اذا تم الازدحام سيكون هناك، ونطلب منهم عدم عدد الباصات التي يمكن ان تمشي.
يعني يتم التأخر، يتم التأخر في العبر ومن ثم تقسيط يتم وصول السماح بعدين بالمرور إلى الآن. لكن الآن نحن منذ الساعة 4 عصرا إلى الآن يعني يتواصلوا معنا الأخوة في المنفذ السعودي يطلبوا باصات ونقول لهم ما فيش باصات موجودة. يعني وهذا مشكلة، لو كان في هناك انتظام من يتحمل المسؤولية في هذا الأمر؟ يتحمل المسؤولية وكالات الحج والعمرة، يتحمل المسؤولية أيضا الأخوة في وزارة الأوقاف الذي عدوا هذا الجدول الذي لم يحددوا فيه يعني الرحلات المغادرة من المناطق الذي يفترض أن تغادر ووقت الوصول إلى المنفذ. لهذا احنا كنا نتمنى من وزارة الأوقاف أن تقوم بعمل غرفة عمليات مشتركة مع إدارة المنفذ داخل المنفذ. من خلال هذه الغرفة يتم متابعة الوكالات أولا بأول ومعرفة الوكالات التي يعني تقصر ونستدعي وكالات أخرى بعملية التفويض. نعم، وهل الوزارة غايبة الآن عن المنفذ؟ لو يوجد لها الوزارة يوجد يعني 2 مندوبين للوزارة، لكنهم يعني ليس بيدهم أي شيء، لا عندهم أرقام الوكالات الذي يتم التواصل معها ولا عندهم، فقط كشوفات كما هي موجودة عندنا في المنفذ. نعم، عبد الباري الحربي نائب رئيس الهيئة العليا العامة للنقل البري، شكرا لك. معي أيضا طارق القرشي وكيل وزارة الأوقاف عضو اللجنة الإشرافية للحج. طارق، هناك كثير من الاتهامات توجه إليكم، عدم وضع جدول منتظم مع الوكالات لتوفيد الحجاج إلى المنفذ، وكذلك أيضا أن الموجودين من قبلكم في المنفذ ليس لديهم أرقام للتواصل مع الوكالات وأيضا لطلب منهم للانتظام في توفيد الحجاج. شكرا جزيلا أخي العزيز، وأنا أشكر الأخ الذي تحدث قبلي وأشكر الجهود التي تبذلها هيئة النقل في المنفذ وكذلك إدارة المنفذ. وحقيقة هناك كلام يقال ربما بعيد كثيرا عن حقيقة ما يجري ويغفل إلى حد كبير الأوضاع والظروف التي تمر بها البلد. نحن بحمد الله قمنا بالتخطيط المبكر لإدارة هذا الموسم على أكمل وجه، وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات النقل وتنظيم رحلات التفويج من جميع محافظات ومناطق اليمن. أعددنا جدول دقيق للغاية لضبط عملية التفويج والنقل. إنما تعلمون جميعا ويعلم الأخوة المشاهدين بأن أي جدول لأي رحلة سواء كانت برية أو جوية أو بحرية هي لا تحدد موعد الوصول قدر ما تحدد أو يهمها قدر يعني ساعة الانطلاق. نحن بالفعل عددنا جدول يحدد ساعة الانطلاق، لأنكم كما تعلمون أيها الإخوة هذه الباصات تمر وبالذات نفس الحجيج في مناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين، يمر جميع الحجاج على عشرات النقاط التفتيش والتي من أهدافها الرئيسية هي عرقلة هذا الموسم، إفشال الجهود التي تبذل من قيادة الشرعية والمسرة وزارة الأوقاف لتسيير الأعمال الحج في النقاط، يتوقفون أحيانا ما بين ساعة وساعتين. أيضا الطرقات أغلبها مدمرة، السيول أيضا تقطع الطريق الواصل ما بين رداع ومأرب، بعض الباصات تتوقف لمدة 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات. فهذه كلها العوامل لا يجب أن تغفل، ونتعامل وكأننا يعني في وضع اعتيادي أو بسيط كما كنا يسافر المسافرين من مطار صنعاء أو عدن أو من منفذ الطوال الحدودي. اليوم يضطر المسافر ليقطع 48 ساعة حتى يصل للمنفذ أحيانا. الأوضاع الأمنية والعسكرية هذه لا تساعد في ضبط بعض العمليات النقل والتفويج. لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف يتم إنشاء لجنة في المنفذ الحدودي اليمني وفي المنفذ السعودي، نتابع لحظة بلحظة حركة الباصات، نتابع أيضا سلامة وصول الحجيج إلى كل نقطة، وبحمد الله الأمور تمشي حتى الآن بشكل جيد. هناك بعض العراقيل، هناك بعض المشاكل، هناك بعض المعيقات والتي في بعض الأوقات تكون ممنهجة وليست اعتراضية. نعم، هناك نعم تعثر لوصول وسائل النقل، خاصة كما ذكرت النقاط المنتشرة على الطريق، أيضا الأحوال الجوية، الأمطار، سوء الطرق. تعلمون أيضا إحنا فعلا العام الماضي كان التفويج خلال 4 أيام بعد بداية العشر ذي الحجة.
نحن الحمد لله بدأنا من 19 ذي القعدة لتلافي هذه المشاكل والاحتياط مما قد يحدث بسبب الحرب القائمة والطرقات وهذا. رتبنا بشكل دقيق لكثير من الاختلاف الذي قد تحدث. نعم، طارق القرشي نعم. وكيل وزارة الأوقاف، عضو اللجنة الإشرافية للحج، شكرا لك. أيضا أرحب بعبد الله باجهام، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، وعن استعداداتهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، خاصة أن هناك هذه المرة مبادرة مجتمعية من شباب حضرموت لخدمة الحجاج. أستاذ عبد الله، حدثنا عن هذه المبادرة. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر قناة الشباب على إتاحة هذه الفرصة للتحدث عن واقع حجاج بيت الله الحرام من منفذ الوديعة بوادي حضرموت. الاستعدادات منذ فترة أكثر من شهر ونحن نعد لهذه اللجنة التنفيذية على الواقع، وتم التفويج منذ يوم الجمعة حجاج بيت الله الحرام، وتشكلت هناك عدد من اللجان الفرعية، سواء كان اللجنة الصحية أو لجنة الخدمات أو اللجنة التطوعية وغيرها من اللجان التي تساعد حجاج بيت الله الحرام للمرور بسلاسة من المنفذ اليمني إلى المنفذ السعودي. وبفضل الله عز وجل الآن مئات الشباب ينتشرون في منفذ الوديعة من أجل تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، تقديم لهم مياه الشرب، تقديم لهم الوجبات، إعداد الخيام، إعداد دورات المياه، حتى ينعم حجاج بيت الله الحرام بالأمن والاستقرار والراحة إن شاء الله، ويصلون إلى الأراضي المقدسة وقد شعروا بالارتياح الكبير وهم يمرون بالمنفذ اليمني الوحيد وهو منفذ الوديعة. الإشكالية الكبيرة التي تواجه الآن المنفذ هو قلة وجود الوكالات حسب المواعيد المحددة من الوزارة الأوقاف والإرشاد. الآن نسبة الذين تجاوزوا المنفذ اليمني والمنفذ السعودي 20% من الناس الذين يفترض خلال أيام الثلاث أن يأتون إلى منفذ الوديعة. فنحن من خلال قناة يمن شباب أن نوجه النداء إلى كل الوكالات أن تلتزم بالمواعيد المحددة من وزارة الأوقاف والإرشاد، حتى لا يحدث هناك لدينا ضغط كبير خلال الأيام القادمة. فنهيد بهم بأن يأتون في المواعيد المحددة حتى لا يحدث هناك الضغط ويحدث الازدحام الكبير كما حدث في العام الماضي. نعم. في هذا العام نحن نقول بفضل الله عز وجل شكلت هناك اللجان التطوعية للشباب الذين رسموا اليوم لوحة جمالية للعمل التطوعي وللعمل الخيري لمنظمات الميتو المدنية التي ساهمت وبذلت، وكذلك رجال الخير والإحسان الذين دعموا بأموالهم الحجاج بيت الله الحرام حتى ينعمون بالخير والأمان وأن يصلون إن شاء الله للأراضي المقدسة وهم في أمن وصحة وعافية. نعم، يشكر الشباب، يشكر هذا الأمر للشباب حضرموت الذين بادروا لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأيضا نتفق معكم للدعوة للوكالات الالتزام بالمواعيد، خاصة كي لا يحصل ازدحام على المنفذ كما حصل العام الماضي وتسبب أيضا في بعض الوفيات. الأستاذ عبد الله باجهام، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء، شكرا لك. كما أشكر أيضا طارق القرشي، وكيل وزارة الأوقاف، عضو اللجنة الإشرافية للحج. كما أشكر أيضا الأستاذ عبد الباري الحربي، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل البري. الشكر لكم أنتم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حديث لمساء آخر. في أمان الله. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.